اختي سالي يا حبيب الروح يخليك لي دي يا غزالي وطير وعاد في العلالي ما خلي اختي سالي يا حبيب الروح وانا ومن لقنا عجبني في هرزنا طيبة القلب ونحن انا شكون حالي انا السلام عليكم كي درتو لاباس عليكم كنتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير اليوم غادي نشارك معكم النهار ديالي غادي تجي عندي صاحبتي واخا راني سهرت البارح بزاف عاد تشوفوا تحت عيني زرق كنت كنصايب في البريوات حيت جبت الورقه بالسطيله وسهرت عليها قلت غادي تخسر لي غادي تنشفوا لي شي حاجه وسهرت عليها المهم هذا الفيديو هذا ديال البريوات راني غادي نحط لكم هو الاول والفيديو ديال اليوم غادي تجي عندي كما قلت لكم واحد صاحبتي يوتيوبرز غادي تجي عندي في العشيه ان شاء الله وكما كتعرفوا فاش كيبغي يجي عندكم شي حد ضروري كتكونوا موجدين شي حاجه انا وجدت البارح الحشوه ديال البسطيله يعني داكشي اللي غادي نعمر به الملوي ولا البسطيله الكتابه واحد البسطيله البنات كتجي غزاله فيها يعني النكهه ديال الحوت ولكن هي ماشي بالحوت غير بالدجاج وغادي نشارك معكم هذوك لي ميني طاهطريني ديجا مشاركهم معكم في القناه عطونا درت واحد العكسه البارح ضرني راسي في الليل مع الصغير المهم واخا هكاك صبحت مريضه ولكن ماشي مشكل الوصفات كاملين غادي نخليني نصور معكم ان شاء الله الا قديت كلشي باش تستافدوا خصوصا دابا داخلين على رمضان اللي يدخلوا لينا بالصحيحه وبالسلامه باش ما تمنيتوا ان شاء الله غادي نشارك معكم هاد الوصفات غادي يعجبوكم اقتصاديين تقدروا تزينوا بهم الطبله ديال الفلا فيديو اكيد غادي يعجبكم غادي نشارك معكم بزاف ديال الوصفات الطبيله ديال الكوتي غادي تجي زوينه سهله واقتصاديه وميم طون كتبان راقيه فخليكم تبعوا لا فيديو حتى الاخر كنتمنى انه يعجبكم فنبداو على بركه الله البنات كما قلت لكم انا بليله قبل قديت واحد الحشوه ديال البسطيله هي بحال البسطيله ديال الحوت ولكن ما فيهاش الحوت كتجي اقتصاديه غادي تنفعكم بزاف البنات في رمضان فهاد الفيديو هذا غادي نحاول انني نشارك معكم الطبيله ديال الكوتي كامله هكا يعني باختصار وفي الا عجبكم غادي ندير لكم كل فيديو غادي ندير لكم وصفه باش تستافدوا ان شاء الله باذن الله فهنايا خديت واحد البصله كبيره شلطتها درت معها واحد شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار وشويه ديال الزيت الروميه ومعلقه ديال الزبده الزبده البنات كتعلك لينا الحشوات غادي نضيف عليها الصدر ديال الدجاج انا درت هنا الصدر كامل ديال الدجاجه الا عندكم عندكم شويه ديال الحوت حتى هو ضيفوه عندكم شامبينيون نوار ديروا انا عندي غير الدجاج وقسما بالله الا فاش اللي ضاقه كيسحب له راني دايره فيها الحوت انا غادي نقول لكم علاش فيها المذاق ديال الحوت بواحد المكون كيجي غزال كيعطيها النسمه ديال الحوت هنا زدت لها واحد جوج ورقات ديال سيدنا موسى شويه ديال السودانيه شويه الشاونيه شويه ديال الخرقوم صافي وغادي نخلط مزيان راني درت شويه ديال الكمون البنات راني ما بينتوش غير سمحوا لي على هاد التصوير حيت كانت كما قلت لكم راني كليت خسرات ليا راني كنصور غير بيد ويد كنخدم بها درت واحد شويه ديال لاصوص حاره الهريسه ودرت واحد شويه ديال الصوجا هنا عندي القزبر ومعدنوس مقطع والحامض مصير والزيتون ضفت واحد الكنور ديال الحوت البنات كيجي غزال الا ما عندكمش ديروا العطريه ديال الحوت هي كتجي يعني الا كانت العطريه ديال الحوت كتجي افضل هنا في هذه المرحله بغيتي تزيدوا الشامبينيون نوار هذيك الباكيه اللي كدير 10 دراهم داك الشامبينيون الكحل كتصفيه كديروه في الماء وكتقطعوه انا ما عنديش درت غير هذا الشيء اللي كما كتشوفوا زدت عليها واحد شويه ديال واحد الباكيه كبيره الشعريه الصينيه وضفت واحد شويه ديال الزعتر غادي نخليها حتى غادي تبرد ومن بعد غادي نوريكم الطريقه ديال الطويين ديالها انا غادي ندير جوج طرق غادي ندير الصقر وغادي ندير البريوه يعني كما قلت لكم هذا الشيء في ليله قبل كنت طويت البريوات ديال البريوات ديال كاوكاو غادي تلقاوه ان شاء الله في القناه راني غنحط لكم قبل هذا لو فيديو وغادي نطوي حتى البريوات هادو ديال هاد البسطيله الكذابه كما قلت لكم غادي ندير الحشوه كما شفتوا على شكل يعني على شكل بريوات مثلثات هكا كما كتشوفوا الجهه اللي كتكون حرشه كنديروها من الداخل والجهه الرطبه من برا غادي نلاقيو هكا بشويه ديال الطحين والماء صافي وغادي نستمر على هاد الكيفيه هادي البنات الا كان عندكم الوقت وكنتو زعما معلومين غادي يجيو عندكم الضيف من الاحسن ديروا الحشوه تخليهم يبردوا وعاد يعني حتى لي غدا عاد تبقاو تتعمروا انا غادي نشارك معكم جوج ديال الحشوات هاد الحشوه هادي وحشوه واحده اخرى غادي نديرها في المسيمنات هنايا بالنسبه لي صغار كنقطع كما شفتوا الورقه ديال البسطيله على اربعه وكنضوبلها باش ما كتحلش ليا فاش كنجي نقليها انا غادي نقليها ما غاديش نديرها في الفران كنتمنى ان هاد الفيديو يتيليشارجي ليا ان تقريبا غادي تكون فيه واحد 24 دقيقه حاولت انني نعطيكم غير المختطفات يعني باش تستافدوا
ومن بعد كما قلت لكم غادي نشارك معكم كل شيء. انا بغيت نشارك معكم هاد الطبيله ديال الكوتي، صراحه فرحت بصاحبتي بزاف والله العظيم، شرفتني ونورتني. بغيت نشارك معكم كل شيء بالتفاصيل وكيفاش تنظموا الوقت. هنايا اول حاجه كما قلت لكم راني صايبت هاد البسيطلات هادو، غادي نخليهم ومن بعد غادي نوريكم واحد الحشوه واحده اخرى غادي ندير بها الملوي، يعني غير العجينه ديال المسمن عادي. درت جوج بصلات هما شلطتهم وجوج قريعات جوج خيزويات، غندير ملح والبزار وغادي نخليهم كي يعني حتى كتنزل داك البصيله وداك الخضيره. انا ما بغيتش ندير هنا، بعد المره كندير الشعريه الصينيه، ولكن حيت درت الحشوه الاخرى فيها الشعريه الصينيه ما بغيتش نديرها في هذه. نزلت لي داك الخضيره غادي ندير عليها الفلفل الحمراء وخضره والمعدنوس. بالنسبه للعطريه البزار السودانيه الشاونيه واحد شويه ديال لاصوص ديال داك الصلصه الجزائريه كتجيبها زوينه. المهم نتوما في هذه المرحله هذه ديروا العطريه اللي بغيتوا، انا كنوريكم غير الحشوه اللي كندير انا. صافي غادي نخلط العناصر كامله وغادي نضيف عليهم العطريه صافي، وغادي نخلط حتى غادي تنزل ليا. بغيتي ديروا فيها الكفته، بغيتي ديروا فيها الدجاج، بغيتي ديروا فيها لدند. انا حيت درت الحشوه الاولى فيها الدجاج، هنا درت الكفته، درت واحد شويه ديال الكفته ديال البقري، وغادي نخليها كما قلت لكم حتى تبرد ليا حتى ليا غدا. عاد غادي ندير المسمنات غادي نعجنهم في الليل، وليا غدا عاد غادي نعمرها. يعني انا كنمشي معكم ايطاب باغ ايطاب. هاد المملحات هادو ديال المول ديال السيليكون، غادي ناخذ واحد الفلفله. المهم ديروا نتوما الفلفله اللي بغيتوا، انا خديت الفلفله حمراء وخضراء حيت كتعرفوا الفلفله الخضراء ماشي هي النكهه ديال الحمراء، ماشي هي النكهه ديال الصفر، يعني كل وحده والنكهه ديالها. صافي غادي نقطعهم وغادي نخليهم فواحد المقيله ينزلوا ليا باش غادي نوريكم شنو غادي ندير بهم. صراحه البنات انا كما قلت لكم كنزرب لكم باش ما يجيكمش الفيديو طويل وباش ما يعني باش تستافدوا، ولكن ان شاء الله هاد الوصفات كاملين راه شي وحدين ندارهم معكم في القناه وشي وحدين ان شاء الله غادي نديرهم معكم. هذيك الفلفل عفوا اللي نزلت ليا، عندي الطون، عندي ثلاثه البيضات، جوج فرماجات، واحد دانون مسوس، كاس لارب ديال الحليب، نص كاس الزيت، الملح والبزار، هنايا عندي الطحين على حساب الخليط، وجوج خمارات. غادي ناخذ داك ثلاثه ديال البيضات. بالنسبه لهذا المول هذا البنات انا خديته باش ندير به واحد الكاطو، وفاش جبتو للدار لقيتو بانه كبير، ففكرت انني ندير به شي حاجه اللي تكون مالحه، لان الكاطو غادي يجيني كبير، ففكرت انني ندير به شي حاجه مالحه، وجا الصراحه جات زوينه. كنتمنى انكم تجربوها. هنا غادي ندير ثلاثه البيضات، هذاك نص كاس ديال الزيت، كاس لارب ديال الحليب، وواحد نص دانون ديال دانون مسوس. غادي نخلط هاد العناصر مزيان، غادي ندير شويه ديال الملح وشويه ديال البزار، غنخلط هادشي كامل. يمكن لكم في هذاك المول البنات انا غادي نوريه لكم ديروا هذاك الحرشه ديال الطون، يمكن لكم ديروا بزاف. ان شاء الله انا في رمضان كل مره غنعطيكم حاجه اللي غتكون اقتصاديه، يعني على قد الجيب وفي نفس الوقت بنينه. غادي نزيد هذيك الفليفله الالوان اللي شحرت شويه ديال الزيت، الملح والبزار، والطون. انا درت غير لوكيس، من الاحسن ديروا الطون. في هذه المرحله هذه يمكن لكم تزيدوا الزيتون، يمكن لكم تزيدوا فرماج حمار، ديروا البصله يعني تشلدوا البصله حتى هي وتشحرها مع زويته مع الفلفله، يعني نتوما كتحكموا في داكشي اللي كتبغيو. غادي ندير جوج خمارات، والطحين كما قلت لكم على حسب الخليط، يعني تكون بحال الخليط ديال الكيكه. كما قلت لكم يعني شي حوايج مثلا انا ما تيبغيهمش بناتي ولا ما تنبغيهمش، تقدروا نتوما شي حوايج تقدروا يعني ضيفوهم نتوما، يعني كل واحد على حسب داكشي اللي كيبغي. غادي ناخذ هذا المول ديال السيليكون غادي نديرو في اللاطه، يعني بلا ما ندهنو، لا داهي انني غادي ندهنو، غادي نبقى كنديرو بهذه الطريقه هذه. صافي غادي نعمرهم، ما نعمرهمش البنات حتى الفم باش ما يفيضوش ليا، غادي نعمرهم بحال هكا، نمسح هكا الجنيبات الا كانت فيهم شي حاجه، وغندخلهم للفران. دائما انا الفران البنات فاش كنبغي ندير فيه شي كيكه ولا شي حاجه كندخل المول او اللاطه كندخلها، يعني كيكون الفران بارد حتى كندخلهم عاد كنشعلهم. بالنسبه لهادو ديال المول عاجب نفس داك الخلطه، ولكن زدت فيها واحد شويه ديال الدجاج. مهم دابا نشاركها معكم ان شاء الله بعد، من بعد الصراحه ما بقاليش الوقت باش نصورها معكم. غادي نحيدهم من المولات ديالهم. وبالنسبه لهادو الصغيورين كما قلت لكم ديال هاد المول ديال السيليكون، غادي ندير فيهم واحد الحشوه، هذاك نص دانون اللي بقى ليا وجوج فرماجات، غادي نديرهم هكا في شي بوش، يعني في شي جيب حلواني، وغادي نبقى نعمرهم. غادي ندير النص بالفرماج ودانون، شويه ديال الملح والبزار، والنص غادي ندير فيه هذيك الصلصه الجزائريه، كتجي غزاله وكتجي حاره وكتجي فنه. غادي ندير شي شويه ديال الفرماج هكا احمر محكوك من الفوق. المهم دائما تزين، يمكن لكم ديروا هكا الفلافل الالوان وتشحروهم وديروهم الفوق، يمكن لكم ديروا زيتون كحل، يمكن لكم ديروا اللي بغيتوا. انا درت لهم غير هكا شويه ديال الفرماج شويه ديال المعدنوس وصافي.
بالنسبه للبلاطو ديال الماء يعني ديال الحلو، هادو ديال الميني طخ ديال المول عجب، وهاد التورته هادي حتى هي غادي نشاركها معكم، وهاد بحال الاكسسوار يعني غير تورته حاولت انني ندير منها جوج شكيلات كما قلت لكم، يعني داكشي غير بسيط وفي نفس الوقت كيجي هكا زوين وراقي. بالنسبه لهذيك التورته غادي نصايب يعني واحد 3 ديال البيضات، غادي ندير معهم تقريبا واحد 5 ديال المعالق ديال سنيده اولا نص كاس ديال سنيده. هنا سنيده جبتها البنات لقيت فيها شي حبيبات هكا كحل مع شنو داكشي. المهم كيكه عاديه ديال المول العجيب راني مشاركها معكم ماشي مره ماشي جوج في القناه، دائما كندير داكشي اللي عندي انا، ما تنتكلفش على راسي يعني غير داكشي اللي عندي، وكل مره كندير حشوه في شكل يعني كل مره كريمه في شكل. غادي نضيف عليها واحد كاس الحليب، كاس ديال كاس الارب ديال الزيت، كاس الارب ديال الحليب، وكاس الارب ديال القهوه غير القهوه اللي كنقطرو. وغادي ندير ندير الطحين. الطحين دائما كما قلت لكم على حسب الخليط، كاين الطحين اللي كيشرب كاين الطحين اللي ما كيشربش. عطيو البنات راه صوتي باقي مسدود وكنمونطي لكم، خاصني نحط الفيديو يعني في نفس النهار والله العظيم غير سمحوا لي، كنمونطي بالزربه خاصني يعني داكشي اللي كنعرف خاصني نشاركو معكم وصافي، ما كنخبيه لكم البنات حتى شي حاجه. صافي غادي نخلط مزيان العناصر، ومن بعد غادي ندير حيت انا ما كانش بقى ليا دانون، يمكن لكم ديروا دانون ولا الحليب ولا كما قلت لكم اللي بغيتو. غادي ندير واحد المعلقه ديال الشوكولات ديال الدان كما كان نوتيلا اي نوع ديال الشوكولات، حيت انا غادي نديرها غادي ندير فيها البنان وغادي ندير فيها، نتوما غادي تشوفوا ساهله وكتجي غزاله. غادي ناخذ انا هذا المول هذا المربع اولا المستطيل، دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق، وغادي ندخلها للفران اللي تيكون بارد. صافي تقريبا واحد ثلث ساعه كطيب ليا. صافي من خرجتها من الفران غادي نخليها تبرد، وهنا غادي نمشي باش نصايب الكريمه ديالها. خديت السيترو ديال الحليب ودرت تقريبا واحد 9 السكره صغيره حيت كانت ما بقات لياش سنيده، وغادي ندير واحد فلون عادي وثلاثه د المعالق ديال كريم باتيسير، يمكن لكم ديروا النشا. علاش كندير انا فلون ونشا اولا كريم باتيسير؟ باش كتجيني عقده يعني ما كطيحش ليا. انا غادي نجيب واحد يعني واحد نص كاس ديال القهوه، وغادي نسقي بها هذيك الكيكه كنثقبها بالفرشيطه وغنسقيها بها. غادي نضيف عليها داك الكريمه، بما انني درتها بالكريمه ديال الشوكولات يعني درت نكهه الشوكولات، غادي نزيد واحد المعلقه عاوتاني ديال الشوكولات ديال الدهن غادي نضيفو عليها. كما قلت لكم البنات هاد الوصفات كاملين غادي نعطيهم لكم ان شاء الله كل نهار، زعما غادي نعطيهم لكم بالتفصيل. غير حاولت انني نشارك معكم يعني بغيت نوريكم بان غير نهار قبل ولا حتى نهار في نهارو توجدوا طبيله ديال الكوتي اللي تكون متيوله وزوينه وعلى قد الجيب. غادي ندير داك الكريمه هكا من الفوق ونخليها تتبرد هكا غير ما تدخلهاش للثلاجه لان مازال سخونه، تخليوها غير هكا على جنب، ومن بعد غادي نمشي باش نوريكم. يمكن لكم تخليوها هكا، انا درت لها هكا شويه ديال البنان باش تجي يعني باش ندير لها اضافه وصافي. يمكن لكم ديروا غير هكا وديروا الطبقه ديال الحليب، ومن بعد ديروا الطبقه ديال الليمون. هنا غادي نوريكم، غير تبعوا لا فيديو اكيد غادي تفهموا اكيد غادي تستافدوا البنات. كنتمنى انني نكون زعما كنوصل لكم الفكره وكنوصل لكم الشرح هو هذاك. انا بنتي راه كتعاونني، غادي تعصر ليا الليمونات تقريبا واحد 3 ديال الليمونات، غادي نعصروهم وغادي نديرهم كطبقه ثالثه. كما شفتوا راه ما عندي السنيده، غادي ندير غير داك السكر حتى هو راه كيقضي الغرض. غادي ندير واحد المعلقه ديال مايزينا اولا كما قلت لكم الكريم باتيسير. صراحه داك الكريم باتيسير كينفع، كناخذو ما غاليش، كي تنديرو زعما شحال من وصفه. هنايا منين برد ليا داك الكريمه اللي درت فوق منها البنان، غادي نضيف عليها داك الليمون وهو دافي باش ما يحيت كيقصح مع فيه كريم باتيسير تيقصح. صافي غادي نبسطو هكا وغادي ندخلها للثلاجه، وها هي واجده. كما قلت لكم هذا الشيء هذا كامل درته بواحد الليله قبل، انا صراحه صاحبتي عزيزه عليا وبغيت نكبر بها، فقلت ندير هاد الوصفات هادو وان شاء الله نتوما باش تستافدوا. بالنسبه لهذوك ميني طارت ديال المول العجيب راني مشاركهم معكم، مشاركه معكم ميني طارت ديال الكراميل بكريمه سنيكرز، مشاركه معكم بزاف ديال الانواع. هنايا خديت هذوك لي مول دهنتهم بالزبده ورشيتهم بالدقيق. غادي ندير بالنسبه للكيكه ديالهم غادي ندير غير بيضه، قبيصه ديال الملحه، نص كاس ديال سنيده ونص كاس ديال الزيت. كما قلت لكم ديروا داكشي اللي عندكم، ما عندكمش مثلا الحليب ديروا دانون، ما عندكمش دانون ديروا القهوه، ديروا داكشي اللي عندكم. والمهم انكم ديروا شي حاجه متيوله وشي حاجه اللي كتكون زوينه وكتبان صراحه راقيه. غادي نضيف واحد
واحد دانون كريمي كيف ما كان باي نكهه، لان هاد الكيكات هادو غادي نديرهم انا على جوج انواع، وحدين غادي نديرهم بويض، وحدين غادي نديرهم بالقهوه او الكاكاو. غادي نحك واحد شويه ديال الحامض، قشر ديال الحامض، وغادي نخلط مزيان. يعني كيكه عاديه بيضه وحده راه كتخرج لي تقريبا 14 الميني كيك. دابا نشاركهم معكم وغنخلي لكم هاد الوصفات كاملين بالتفصيل في صندوق الوصف باش ان شاء الله ترجعوا تشوفوهم. غادي ندير الطحين، وغادي ندير واحد الخماره، وغادي نخلط مزيان. من بعد غادي نديرهم في ليمون. هاد المول هادو البنات نسيت ما قلت لكم، راني دهنتهم بالزبده ورشيتهم بالكوك. كان عندكم المكسرات، يعني شويه ديال الكاوكاو وشويه ديال اللوز، بغيتو ديروا لهم غير الطحين، غير داك الكوك كيجيب داك النسمه زوينه. بالنسبه لهاد الكيكه عاوتاني باش ما تدخوش معايا البنات، انا والله بغيت نشارك معكم كل شيء. فيها ثلاثه ديال البيضات، حتى هي ديال المول عجيب، واحد كاس لارب ديال سنيده، غادي نخلطو مزيان حتى غادي يعني كدوب لينا داك سنيده. من بعد غادي ندير فاني. كما قلت لكم البنات هاد الوصفات كاملين راني غادي نخليهم لكم بالتفصيل، يعني باش تستافدوا اكثر. هاد الكيكه هادي حتى هي راني مخليها لكم في القناه، فيها بزاف ديال الكريمات. يعني كندير نفس الكيكه، مره كندير فيها كالفيرميسيل، مره كندير فيها يعني على حسب الكريمه، مره كندير فلون ديال الكراميل، مره كندير فلون الشوكولات، مره ديال النوازيت. اليوم غادي نديرها لكم بالفلون ديال الكابوتشينو، راه كيدير 4 دراهم صراحه، زوين كيجي واحد المذاق غزال. هنا غادي نضيف على واحد المعلقه تقريبا كبيره ديال الفيرميسيل، مثل كديروها في الثلاجه باش ما كتذوبش لكم، وغادي ديروها في داك المول. غادي تدخلوها الفران، كما قلت لكم دائما الفران البنات يكون بارد، وكندير المول مع المول كيكون شي شويه خفيف، كنديرو في هكا في شي مول مثلا شي لاطا ولا شي مقله ديال الحرشه ولا هذا، باش كيتقلو. اما غير جيتو مباشره ودرتوها في الفران راه يقدر يتحرق لكم ولا شي حاجه. صافي من خرجت ليا انا بالطيران ديالي حيدتها من المول وهي باقا سخونه، المهم تخسرت لي داك الجنيب ولكن ماشي مشكله، غادي نقادها. بالنسبه للكريمه ديالها غادي ناخذ واحد نص لتر ديال الحليب، وغادي ندير معاه هذا الفلون كما قلت لكم ديال الكابوتشينو، كيجي غزال البنات. غادي ندير جوج معالق عاوتاني ديال الكريم باتيسير، كما قلت لكم داك الكريم باتيسير كينفع. وغادي ندير جوج معالق ديال الحليب ديال سنيده. هنايا راني دهنتها بشويه ديال الكونفيتور، كان عندي غير الكونفيتور ديال الفريز، ورشيتها بشويه ديال الفيرميسيل. يمكن لكم ترشوها بهذاك طونيك ديال درهم، اللوز، اللي بغيتو. غادي نخوي داك الكريمه، وداك الكريمه راه كان مازال اللي فيها شي شويه. غادي نزيد عليها واحد المعلقه ديال الشوكولاته، وغادي نديرها في هذوك الميني طارت ديال المول العاجب. كما قلت لكم مثلا غير حاجه وحده كنحاول انني نخرج منها وانني نقتصد، يعني داك نسيطر ديال الحليب كما قلت لكم راه خرج ليا هاد تقريبا 6 من هاد الصغار وهذيك الكبيره. يعني صافي زينتهم بخطوط ديال الشوكولات. وفي نفس النهار يعني في الليل، يعني كانت لي غدا عندي العراضه، غادي ندير المسمنات. انا العجينه دائما تنديرها قبل باش كتطلق ليا، كل ما طلقات كيكون حسن. درت لها شويه ديال الملحه، واحد المعلقه صغيره ديال سنيده، واحد نص خماره. غادي نعجنها بالمدافي، ندلكها مزيان. واخا ما ندلكوهاش البنات، فاش كتخليوها تطلق راه كتدلك الراسه وكتجي غزاله وبحال دلكتوها. غادي ندير لها شويه ديال الزيت، وغادي نخليها في بلاستيك غذائي فشي ميكه هكا ولا فشي، يعني باش ما ديرناش القشره الفوقانيه. وغادي نمشي باش نوريكم شنو غادي ندير بها. يعني حتى لي غدا عاد غادي ندير بها هاد النصف، هاد شنو تيقولوا المس دائره ولا بحال الهلال، وهذيك اللي فيها الزيتونه. صافي غادي نخليهم. هنايا غادي نشارك معكم الطريقه ديال البيتزا اللي شتوها حتى هي، كنت دايرها في البلاطو. خديت تقريبا واحد جوج زلايف ديال الطحين، بيضه، قبيصه ديال الملحه، شويه ديال سنيده، واحد معلقه ديال الخل، ثلاثه ديال المعالق ديال زيت البلديه، شويه ديال الخميره معجونه، ونص خماره. غادي نعجن بالمدافي، وغادي ندير واحد شويه ديال الزعتر، حتى هو راني نسيتو. كما قلت لكم البنات العجينه ديال البيتزا كل مره شنو تندير فيها، مره تندير فيها الحليب، تنعجنها بالحليب، تندير فيها الزبده، تندير فيها اللبن، كل مره وشنو. غير هو الاساس ديال العجينه البيتزا انها تكون خفيفه، ما تخليوهاش ثقيله البنات اولا قاصحه باش كتنجح معاكم. غادي نغطيها حتى هي. كما قلت لكم هادشي كامل بالليل قبل، يعني درت هذوك الكيكات، عجنت المسمن باش نخليها رجع، يعني هادشي في الليل. هاد البيتزا غادي ندير ليها غير نص طيبه، باش حتى ليا غدا عاد غادي ندير ليها لاصوص وندير ليها الفرماج وداكشي باش تجيني سهله. يعني حاولوا غير تنظموا الوقت ديالكم البنات، وراه كلشي غادي يمشي هو هذاك. يعني بلا ما ديروا مثلا مقبل بسيمانه ولا هذا، انا كتعجبني الصراحه الحاجه طريه يعني في نهارها، ما تيعجبنيش نديرو ونخليه في الكونجيلاتور، سورتو يعني خصوصا في رمضان
تيعجبني كل نهار وندير له يعني كل نهار ورزقه كل نهار وقانتك رشقات لك طيبه رشقات لك ديري غير شي حاجه هكا خفيفه يعني ماشي ضروري اننا نبقاو نطيبو نديرو نخشيو في الفريغو صافي خصوصا العائلات اللي ما خدامينش ولا هاد قاصين في الدار من الاحسن تاكلوا ولا توكلوا لوليداتكم حاجه طريه هنايا ليا غدا غادي ندير لها غير داك لاصوص ديال البيتزا اللي كتشرى غادي ندير لها شويه ديال الطون كما قلت لكم حتى البيتزا راه فيها بزاف ديال الانواع ديروا لها الطون ديروا لها لادان ديروا لها الكفته انا صراحه كتعجبني بالطون غادي ندير لها هكا الفلفله طريف حمر طريف خضر يمكن لكم تصوطيو في شويه ديال الزيت وملح والبزار صافي وغادي ندير شويه ديال الفرماج بالنسبه للفرماج انا ما درت لهمش بزاف ديال الفرماج درت غير الفرماج الاحمر يمكن لكم ديروا الموتزاريلا حيت انا عندي ديجا راها طايبه يعني غادي ندير الفرماج غنخلي غير يذوب داك الفرماج صافي هذا هو الشكل ديالها بالنسبه لهذوك هذوك المسمنات اللي كما قلت لكم غير العجينه ديال المسمنات شفتوا كيفاش كتولي فاش كتبات كتطلق وكتجي غزاله غادي نديرها هكا على شكل مربعات يعني بوتها وغادي نديرها على شكل مربعات هنا بالنسبه للمسمنات غادي ندير وحده في وسط وحده وبالنسبه لهذوك اللي فيهم الزيتونه اللي شفتوهم انا غادي نوريكم الطريقه ديالهم صراحه كيجيو زوينين بهذيك الحشوه اللي درت معكم في الاول ديال الخضيره والكفته يمكن لكم البنات ديروا غير الخضره راه ماشي ضروري الكفته ماشي ضروري هادشي اللي كنقول لكم كما قلت لكم غير حاولوا انكم تولوا وانكم ديروا شي حاجه اللي تكون زوينه وفي نفس الوقت اقتصاديه غادي نديروا له بهذه الطريقه يعني كتجي بحال الظرف ولا بحال البزيطه يعني كنبسطوا داك بحال المسمنه اللي درنا في الاول ومن بعد كنديروا لها الطريقه وزيتونه في الوسط سواء زيتونه بيضاء ولا كحله بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا بالنسبه لهذوك بحال المحينشات اللي درت لهم تاهما في البلاطو كنديروا هكا الحشوه في جنيب وكنديروا بداك القطعه ديال البيتزا وكنديروا لهم بهذه الطريقه هادو كيجيو غزالين البنات وكيجيو مورقين لاننا فرقناهم بالزبده والسميده كيجيو مورقين من الداخل هادو تاهما راني مشاركه معكم في القناه كنتمنى انكم تضربوا طليله البنات على القناه ديالي اللي غادي تستافدوا بزاف والله العظيم صافي غادي نقطعوا داك الجنيبات باش ما تجيناش العجينه معجنه هنايا غادي ندهنهم بواحد الصفر ديال البيض اللي درت معاه واحد شويه ديال الحليب غادي ندهنهم غادي نرشهم هذوك يعني هادو اللي ديالهم بحال المحينشات اولا ولا ما عرفتش شنو نقول لهم المهم نتوما سموهم كما بغيتو غادي نرشهم بهذوك الاخرين غندير لهم جنجلان بيض وهذوك غادي ندير لهم الخشخاش ولا البافو ولا خليهم غير هكا كرشوهم بالفرماج فاش يطيبوا كما بغيتو هذا هو الشكل ديالهم زينتهم هنايا بداك طوماط سوريز درت واحد شويه ديال زيتون كيف ما قلت لكم البنات عطره بناتي دخلوا عليا والله ما تيخليوني لا مونطي لا حتى حاجه حتى كنهزهم عاد كناخذ راحتي عاد كنطيب عاد كنمونطي المهم كنتمنى انني نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم وتكونوا استفدتوا حاولت انني نشارك معكم هذا النهار هذا اللي صراحه كان نهار كبير ان صاحبتي جات عندي والله العظيم الا عزيزه عليا وشرفاتني كنتمنى ان هاد الوصفات يعجبوكم وتجربوهم تزينوا بهم الفطور ديالكم ان شاء الله وتكونوا استفدتوا شي حاجه ولو قليله مني ما تنساونيش البنات من لايك الله يسهل عليكم والبارطاج الى عجبتكم القناه ديالي شاركت معكم هادشي كامل يعني بعجاله وشاركت معكم هاد لي سيجار والبريوات راني حاطهم لكم في القناه ما تنساوش البنات انني كنبغيكم بزاف بزاف وبسلام عليكم.